يعطيك العافية كابتن علي حسين على هذه التمارين الرياضية، وفعلا يعني أتمنى الجميع يقدر يطبق هالنوعية من التمارين. كان عندي سؤال لكن سبحان الله أن الكابتن جاوب بروح عليه يعني من غير ما أسأله، قال يعني حتى لو نتمرن بالأسبوع مرتين ونكثر حركة. وهذا السؤال من الأسبوع اللي طاف، تذكر يوم أنا أقول لك أنه هل الحركة يعني مثلا كثرة الحركة ممكن تغني عن الرياضة؟ لكن مثل ما جاوب أنه يومين بالأسبوع ممكن، لأن أنا أسوي كذي يومين بالأسبوع الرياضة والباقي الأيام مو ساعة تمرين اليوم 23 ساعة كله قاعد. صح. فالحركة بركة مثل ما يقولون، وأيضا الأكل فيه بركة. خلينا نروح حق فقرة الطبخ، أيضا الفقرة المشوقة، والشيف عايشة ودانا وجاسم صباحكم الله بخير من جديد. يعطيكم العافية. صباحكم صباح. احنا في مطبخ صباح الخير يا كويت، عندنا أكيد طبق حلو راح تقدمه الشيف عايشة. صباح الخير. صباح النور، يا هلا فيك. شنو اليوم؟ انت قولي. اليوم اشوف باستا. شنو تسوي؟ اليوم ان شاء الله راح نسوي سلطه باستا. راح نسوي الصلصه الاساسيه فيها راح تكون صلصه الريحان، راح تكون نكهتها كلها ريحان ويوز، ويعني منكهه شيء حلو. بس ما ادري ليش احس عايشه ان سلطة الباستا تصير ثقيلة أو وجبة. تصير أي صح. تصير ثقيلة. شوف مثلاً الحين الصلصة هذه اللي نفسها اللي بنسويها. هي شوي ثقيلة لأنه فيها كمية زيت زيتون والبرمزان. أوكي. أي عرفتي شلون؟ بس شنو أقول لك؟ ناقص هيدا مو تصير وجبة. تصير وجبة وعلى الحرارة. تصير بس خلاص. خلاص ما بس أنت قلتي بتسوي لي. سوي لك أي نفس هذه المكونات من السلطة الباردة. نسويها حارة. الحين نبي نعرف المقادير. عندنا شغلتين راح نسويها. أول شيء هني عندنا هذا الكورنر هو حق الصلصة الريحان، هي البستو. راح نستخدم تقريبا كوب من الريحان، نص كوب من جبنة البرمزان، أربع ملاعق من البيكان. أنا حطيت بيكان هو الأساسي، تحطين فيها الصنوبر بالصلصة. ثلاث فصوص ثوم، راح نضيف لها ثلاث أربع كوب زيت زيتون، ونضيف لها ماء لو حسينا أن الصلصة شوي يعني ثقيلة، لأن إحنا أوردي راح نخلطها مع السلطة. السلطة راح نستخدم هني الباستا الفوسيلي، وهذه نوع فوسيلي باستا مسلوقة، وخلطناها شوية زيت عشان ما تتلزق ويانا. كوب راح نضيف عليها كوب من الفاصوليا الخضراء، و طماط شو اسمه هذا عاد انا الحين هذا اللي انا تومايتو قاعد افكر شو اسمه ستاندرايد تومايتو، هو الطماطم المجفف. والبيكان هم هذا الشيء راح تحسه الطماط هذا تحسه شوي ثقيله. حالاته مع جرجير. جرجير جرجير. اي والله صح. صح. هذا ينباع كذي بروحه مجفف صح؟ هذا مجفف جاهز. في اسباني، في فرنسي، في ايطالي. كثر ما تجرب تعرف كل واحد له نكهه. شيء يكون حامض، شيء يكون في حلات، شيء ما له طعم. اوكي على ما تجرب. يلا توكل على الله. انا عند الخلاط. تعطينا اياه. اوكي. حط لك المكونات، مكونات الصلصه. وانتي خلطي. وانتي خلطي. انا شغل. عندنا عندنا هني تقريبا فن كوب من شنو هذا؟ هذا ريحان. ايه. هذه البيستو هي اساسها الريحان الصنوبر. ايوه. انا حطيت ريحان. هم تقدر تسويها، تسوي من ميكس. السبانخ، مكس من السبانخ ويا الجرجير. يعني هم تقدرين تسوينها شوي قريب. اي تقريبا قريب تبي تسوينها وما في ريحان، ريحان مقطوع يا وقت ما في ريحان. عندنا اربع اكفاش البيكان، انا ضفت البيكان. ثلاث فصوص ثوم، وتقريبا لازم ثوم. لازم ثوم. نكهتها شوف النكهة حلوة. جبنة البرميزان تقريبا نص كوب. راح نضيفه مبشور، أو أنا حاطة نوعين، نوع المبشور من هذا الفريش. هذا طبعا إذا فريش نفس الوقت بشرتي وايد طعمه غير عن اللي يكون جاهز. يفرق. بودرة مطحون. أي وايد يفرق. راح نخلطه على يعني تقريبا اقل من دقيقتين، ومع لحظه شوي خلينا نحط رشه ملح وفلفل لازم.
شنو حطيتي؟ ملح؟ ملح ولا فلفل؟ ملح، هذا فلفل، شوية فلفل أسود. أيوة. وراح نضيف له ملح. لحظة شوي. مستعينة. بتخلط. بزعجكم الحين. راح وين شي تخلطين؟ راح شوي ترفعين ال. عشان الزيت. وتحطين زيت الزيتون 3/4 كوب تدريجي وشوفين عاد إذا محتاجة. أوكي. لحظة شوي. صح تشتغل معاك لازم هذا سيفتي. يصير مع الخلط تحطين تضيف زيت زيتون تدريجي زين يلا راح نسكت ارمي يلا مو ارمي لحظه في شيء في شيء حسافه لا تجري يلا اعطيها دقيقه اقل من دقيقه الحين حطي يلا جوع تدريجي بعد يلا نمشي شوفيها لا لا ضيفي 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 حطي زي يلا ايوه زين كذي كذي هالشيء يعني شوية تحسها ثقيلة ايوه عندنا ماي قفشتين ثلاث لو احتجت تضيفها ها بعد ها دانا نعم شنو شنو؟ اسمحي لي. ليش؟ يعني قاعد نقول لك بس حطي زيت حياك مكاني المرة الجاية أنا اللي راح هي شوي صارت شوي ثقيلة على حسب الاختيار تقدر تستخدمها بهذه الطريقة أو شوية احنا راح شوي نضيف لها ماي تقريبا قفشتين ثلاث قفاش اوكي وين الماي؟ الماي عندك ضيف الماء وسكريها ما يصير عشان نحط بلسمك ولا هذا ولا ما بلا كثير بلا لذيذة نكهات شاطر كامل كامل ضيفي هو حتى هذه الخلطة تقدر تضيف فيها زيت عفوا زيتون زيتون أسود أخضر الطماط نفسه تضيفه على على الخلطة بس كذي خلصنا في شغلات نقدر ان احنا على قولتهم التتش مالت التتش مالك ايوه الخلطه هذه نفسها تقدر تستغني مثلا عن البيكان تضيف اليوز السنوبر على حسب هي اساسها بتحطين هذه حطي هني زين في ناس ما تحب المكسرات نقدر نستغنى عنه هي أساس هو إحنا أساسا أساساً ال جربها شوي لا أنا عادي هي أساساً أساسها ال البارميزان والريحان وال والسنوبر على طاري الريحان أنتوا تمرون بامتحان إذا رحتوا الجمعية أي هو البقدونس والكزبرة صح شو بس ما أعرف نعناع لأن أعرف ريحته بعد حتى الجرجير والملوخية شوي في شكل يعني متشابه بينهم الجرجير والملوخية ولا الريحان والملوخية لا, الجرجير والملوخية الملوخية قاعتي ما تي كبيرة قاعتي شكلها شوي صغير فهذا الشيء اللي وهق عرفتي الحين شو أسوي لا خل اللي يشتغل هناك حطي الباقي هني حطي عليها هني لا انا وين هو الـ هو الـ اللي اكثر شيء صعب البقدونس مع الكزبره الكزبره اثنين نفس الشيء تقريبا بس هي البقدونس شويه ورقتها كبيره والشبنت بعد سهل لان سهل كنا تي ورك لا الشبنت بروحه ما هذا شغل خلاص شوفي ان طالبك عايشة تبي لنا كل انواع شو اسمه نتكلم عنها نتكلم عنهم وشلون تحفظهم وشلون تحفظهم اي بالعكس صح ترى اي والله طريقه اقوى اختبار طبعا حق الرجال
الحين خلطنا الباستا مع الطماطم المجفف ويا الفاصوليا. نخلط بس الصلصة. إذا حسيت إن الصلصة ثقيلة هي البيستو مع الوقت. كثر ما اليوم تسويها باكر ثلاث شهور تخليها تتعتق. لازم شنو نحفظها بجار أو شيء. وكل ما تتعتق زيادة طعمها وايد أحلى. طعمها أحلى منها. نوف ودي بس مستحي. الحين راح نضيف راح نضيف بس البيكان وراح نضيف عليها أنا ما ذكرتها راح نضيف عليها حبوب القرع. وايد حلوة. أنا عبالي اسمه حب شمسي. الحب الشمسي هو الأبيض. الحب الشمسي الأبيض هذا حبوب القرع. أوكي وراح تطلع. أبي أحط القرع. تحطين قرع ولا تبين تسوين عدانة لا تحطين ولا تبشري. يلا حطي. هاي جاسم اليوم حطي وأنا أبشر. أبشر البرميزان شوية. شوي نبشر عليها جبن بارميزان. ايوه الله. لا تقولي لي اسوي لي حاره ولا هذا تش حالات ليش. لا لا وجبه هذه يعني باستا مع صلصه مع كل شيء. صلصه على حسب ما تبي. تبيها شويه ناشفه تبيها هذا دواك وعلى الله شفاك. عليكم بالعافيه. زين انا بسوي شيء يصير ولا ما يمدي؟ ما يمدي. ما يمدي بس بعدين نسوي اللي تسوي اللي تبينه. اي والله. اوكي اول شيء نصبح على نصبح بالخير على رائد. صباح الخير جاسم. صباح الخير عائشه حياكم الله. عندي سؤال لك. تفرق بين شنو؟ لا البقدونس والبقدونس معكم مستحيل افرق. مستحيل نفس الحاله. لا تحاتي كواك الله. طبعا راح نكون وياك بعد الفاصل ونتكلم عن المؤشر.